رضيعة فلسطينية أتت على الحياة مع أسنانها. إنها حالة نادرة وغريبة سجلتها الرضيعة سما عاشور التي دخل عمرها يومه 13. ولدت وهي تبتسم مخبئة سنين حليبيين. الحكاية مع يافا ستيتي. منذ اليوم الأول لولادتها لاحظ والدها نتوءا غريبا في فم طفلتهما الرضيعة، شخصه الأطباء كبروز نادر للأسنان، إذ من المفروض أن أسنان الأطفال تبدأ بالنمو في الشهر السابع أو الثامن وليس قبل ذلك. بعد ما لبسوا وخرجوها من غرفة التوليد انتبهنا أسنان وهي بتعيط، يعني كانت تعيط، انتبهنا أسنان كانوا خارجين بس مش كتير بارزين نتفة صغيرة. بعد 4 أيام صارت تراجع دم، انتبهنا أسنانها مزبوط كانوا طالعين، فأخذناها على الدكتور وفرجنا إياهم. ولادة الطفلة سما بسنين أمر نادر نجم عن زيادة نسبة الكالسيوم في جسم الطفلة حديثة الولادة، والتي أصبحت اليوم حديث الناس في مدينتها نابلس، إذ يأتي المتفرجون من كل مكان لرؤية الطفلة الوليدة ذات الأسنان. كثير غريب، خصوصا لما كانوا يجي الناس ولما رحنا على الدكتور، يعني كل الدكاترة استغربوا إنه كثير إشي غريب. أفكر يعني إنهم خطرين كثير علي وعليها. نمو أسنانها في غير ميعادها أثر سلبا على سما، إذ أدى ذلك إلى جرح لسانها وإعاقتها أثناء الرضاعة، ما يستوجب خلعهما في أقرب وقت ممكن وفقا لتوصية الطبيب. يبدو أن الطفلة سما مستعجلة جدا على الحياة لدرجة أنها ولدت بسنين، حالة نادرة جدا في العالم سجلتها سما لأول مرة بفلسطين. يافا ستيتي، روسيا اليوم، نابلس.